راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. أهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في كل مكان، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى محلية مكجر في ولاية وسط دارفور، ونلتقي بممثلة المرأة في محلية مكجر، وتكلمنا إن شاء الله عن التهديدات اللي بتواجه الزراعة وإتلاف الزراعة والمزارع بواسطة إطلاق الماشية في مناطق الزراعة. أهلا بك، وحدثينا عن الحاصل هناك في المزارع شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متحدثة داخل مكجر، معسكر مكجر للناجحين. الوضع الأمني صعب جدا، المزارعين يعيشون تهديد أمني من قبل الرعاة. الآن يوجد الجمال والأبقار داخل المزارع، وأنا أطالب الحكومة، حكومة الولاية، لفتح فجوة أو لفتح هذه الفجوة، لأن الزمن مقابل للحسد، وإذا تم إتلاف الزراعة هذا يكون مؤشر خطير جدا، لأن المساعدات الإنسانية لا تكفي حاجة المزارعين أبدا، قد يؤدي إلى الجفاف. لذلك نطالب الحماية، حماية الزراعة والمزارعين من الحكومة، من حكومة الولاية وسط دارفور ومركز. لماذا؟ مثلا الآن في بعض الأماكن إن البهائم تدخل المزارع، وهناك تهديد من قبل الرعاة أثناء إخراج البهائم من الزراعة، وهذا مهم جدا، لأنه إذا ما تم يعني حماية الزراعة والمزارعين يكون مشكلة كبيرة، ويكون تحدي كبير من ناحية أو من ناحية وجه المعيشة. شكرا لممثلة المرأة بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور، شكرا لك وشكرا لإفادتك. وننتقل إلى محطة أخرى مع الشيخ إدريس فضل الكريم عبد الله أحمد من محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، عشان يحدثنا أيضا عن الموسم الزراعي والتحديات اللي بتواجه الموسم الزراعي ومقارنة الموسم الحالي بالموسم الماضي. اتفضل وعرفنا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الاسم إدريس فضل الكريم عبد الله أحمد، شيخ بمنطقة دار السلام. والخريف تمام التمام والموسم تمام التمام، لكن عندنا حشرات أم شرابة طويرة، حاجات كثيرة شديد جدا جدا لمت في المزارع، وبالتالي الحكومة ما قادرة يكافي الشغلانية الماشي ده، جاب له شوية دواء وبدع أي مواطن في ستيم ويمش عشان يرج زرعه. والمواطن يا عندنا أخونا مجا برج زرعه، يعني رشه في نص النهار استنشق الشغلانية ذاته مات، وانا ولدي ذاته مشى عشان يروش في منطقة بقول لهم شيخين، ما برضو اصابه وناي، يعني بقى يطرش الزبط كده لكن اصفناه. ولذلك يعني الشغلة كله الحكومة بقى لنا حكومة ايال، لا يقدر يحفظ لك امن، لا يقدر يحفظ لك زرع، لا يقدر يجيب لك اكل، لا يقدر يجيب لك شراب، ولا يجيب لك اي شيء، شغل بس جايد. وبالنسبة يعني قريبنا السنة عاصم من غريبة المشى، لكن اذا كان المالجين جيا يعني دعمنا بعدو عشان نطرد الهجرة، فسوف نخش في مجاعة خطيرة شديد جدا جدا.
والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا عمنا إدريس، ونتمنى أيضا من الجهات المسؤولة إنها تستمع لحديث عمنا إدريس وتقدر تعين المواطنين على مكافحة الحشرات بصورة علمية عشان ما يتضرر الزرع ويتضرروا المواطنين، وأيضا عشان ما تخفف الضرر على المزارعين. شكرا لك. وفي ذات الجانب أعزائي المستمعين، ننتقل إلى ولاية غرب كردفان، حيث المشاكل التي تدور في الولاية بمحلية لقاوة بين أهنا المسيرية من جانب وأهنا النوبة والداجو من جانب آخر. سعداء بأن نستضيف سعادة الوالي خالد جيلي ولي غرب كردفان عشان ما يحدثنا عن آخر التطورات في الولاية. مرحب بك سعادة الوالي، ويا ريت لو وضحت لنا آخر المستجدات في الولاية. الله في هدوء الليلة. ناس الحركة، ناس الحركة الشعبية نفعوا مش؟ الحركة الشعبية طلعوا بيان نفوا، قالوا نحنا ما عندنا أي علامة. لا سمع الدانات اللي طلعت من مناطقهم دي دقت المدينة دي حقت منو؟ كم دانة دقت المدينة؟ دي من منو يعني؟ ربنا يغفر على كذا أحوال هذا. نعم. ما هو الناس يتسللوا مجموعة من الحركة الشعبية خش يجوا بسلاحه وقاعد يضربوا جوا المدينة. دير صدت لهم أبواب صدت لهم، هاي رديتهم رجعوا ثاني. أنا لا نسى في اجتماع يعني لا نسى. طيب خلصت لها اللجنة الأمنية في المنطقة شنو؟ ما احنا أول حاجة اللجنة الأمنية خلصت إلى ضرورة فيض فرض هيبة الدولة والتصدي للمتفلتين والناس الضرورة المواطنين. نعم. وحاول وتطمن المواطنين على أساس إنه يعني ما في حاجة بتخوفهم، الحكومة معاهم والدولة معاهم وتنشر كل القوات اللازمة إن شاء الله. والسعي بالنسبة للتصالحات وشغل الأهلي ويمشي عشان الناس ترجع كما كانت تصالح بيناته، لأنهم كلهم ناس أهل، كل المكونات يتلقاوا حاجة واحدة وأهل ومتجاورين وعلاقات كبيرة بترز بيناتهم. نعم. وثاني شنو؟ يعني بالنسبة للنازحين الطلعوا من مناطقهم، احنا الليلة من الصباح في اجتماع مع المنظمات هاي على أساس إنه المنظمات لعان العائلة بالنسبة لأولادنا وضعهم حرج شديد، يحتاجوا لغذاء ولدواء وكساء، كل المعينات الثانية المهمة بالنسبة لهم. احنا اجتمعنا والمنظمات الليلة ان شاء الله جزء منها حتحرك بمشي للغاوة ان شاء الله. نعم. والاوضاع اليوم يعني بصورة واضحة اليوم الليلة؟ الليلة حاجة في هدوء، الليلة في هدوء ما في حاجة الليلة حد الان لحد اللحظة دي ما في اي حاجة يعني حوال هذا هنا. نعم. هل الاحتغانات يعني زالت والتوتر بين الاطراف؟ هل في جهات مشت يعني عشان في جهات الإدارة الأهلية شغالة بالأفراح؟ احنا اتصلنا معهم بالطرفين انه الناس يقعدوا ويحكموا صوت العقل ويرجعوا للتفاوض والتصالح بيناتهم على اساس انه البلد دي وسيعة بتشيل الناس كلهم، البلد دي ما مخصوصة بإثنية معينة، كل الإثنيات الموجودة داخل المحلية وداخل المدينة كلها حقتهم، ما حقت ذول معين ولا حقت إثنية معينة ولا حقت قبيلة معينة، البلد كلها حقت الناس كلها. أنا بشكرك كثير. وبس حاجة أخيرة بالنسبة للطريق الرابط ما بين النهود ودارفور، قين هل في أي يعني؟ لا أسأل شوفوا أنا معي وقت جاي من المركز بخصوص الشغلات وماشي معاهم، والآن انفرج الموضوع هناك إن شاء الله بدأ الحد بدأ إبدأ إن شاء الله، إن شاء الله انفرج إن شاء الله. شكرا لسعادة الوالي خالد جيلي والي غرب كردفان، شكرا لك وشكرا للتنوير والإفادات اللي قدمتها لنا عن أحوال الولاية. أعزائي المستمعين، لازلنا نواصل برنامجنا صوت الولايات، والآن إلى الفقرة الأخيرة من أم دخن التابعة لولاية وسط دارفور، وأحد المواطنين يتحدث عن مظاهرات بالمحلية. أهلا بك، ويا ريت لو وضحت لنا الحاصل شنو. الناس يقول لك إذا جمعوها أول مظاهرات قبل الفواكه وقفل الحجية بسبب وقفل الضرائب وقفل الزكاة وقفل ما تبقيها منظمة الكنيسة العالمية ودخل السياحة والسعودية. والله أتذكر في جتهم قالوا قال دايرين تنية ودايرين تنية ودايرين موية ودايرين تاريخ الكوفيد وشر وسوق أمدخن. شكرا للمواطن من محلية أمدخن التابعة لولاية وسط دارفور، وإلى أن نلتقيكم أعزائي المستمعين في برنامج آخر من صوت الولايات، لكم تحياتي وتحيات جميع الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.